نذهب إلى سؤال رقم 4، وطلب منا رسم تدرج المتامن. مخطط تدرج المتامن يحتوي على 3 مستطيلات الحالة. المستطيل الذي يكون في الأعلى هو مستطيل لمتمن الأمن GS، فهو الذي يعطي الأوامر فقط. أما المستطيل في الوسط فهو لمتمن القيادة وتهيئة GCE، حيث يتلقى الأوامر من متمن الأمن GS في حالة وجود خلل، وفي نفس الوقت يعطي الأوامر القيادة والتهيئة إلى متمن الإنتاج العادي. وآخر مستطيل الذي يكون في الأسفل فهو متمن إنتاج العادي GBN فهذا المتمن إنتاج العادي دائما يتلقى الأوامر من متمن الأمن في حالة وجود الخلل، ويتلقى الأوامر القيادة والتهيئة من متمن قيادة والتهيئة. أما من ناحية الشروط فهي بسيطة جدا. فالشرط الأول من متمن الأمن إلى متمن قيادة والتهيئة نتحصل عليه من متمن الأمن في المرحلة X200، حيث نجد F/GCE 100، وتعني F/Forsage أي إرغام GCE متمن قيادة والتهيئة، وذلك بتنشيط مرحلة 100. أما الشرط الثاني من متمن الأمن إلى متمن GBL أو متمن إنتاج العادي فنجده على شكل F/GBN 10-20-30، ويقصد بها أمر إرغام من متمن الأمن إلى متمن الإنتاج العادي، وذلك بتنشيط مراحل ابتدائية 10-20-30 من الأشغالات 3 وتخميل باقي المراحل، ويبقى ساري المفعول إلى غاية زوال الخلل. أما الشرط الأخير فهو بين متمن قيادة تهيئة ومتمن إنتاج العادي نتحصل عليه من متمن قيادة والتهيئة، أين نجد الفعل مكتوب على شكل E/GBN 1، ويقصد بـ E/GBN 1 أمر إنيسياليزاسيو أمر تهيئة من متمن قيادة والتهيئة إلى GBN أي متمن إنتاج العادي، وذلك بتهيئة أشغولة 1 ويزول بمجرد تنفيذه.